في بنات كتير بتحب انها تعمل عمليات تجميل. انا مش موضوعي بقى النهارده ان انا اتكلم ان عمليات تجميل دي حلال او حرام او اخش في النقطه دي كلها. انا بتكلم عن شيماء اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي. شيماء قررت انها تعمل عمليه تجميل، تهتم بنفسها، عايزه تكون بنت احلى، ومفيش بنت وحشه، لكن بعض المراكز الطبيه في بلدنا ما عندهاش امانه، ما عندهاش ازاي انك انت تفهمك ان في اشياء انت محتاج انك تعملها وفي اشياء لا، وفي نفس الوقت في اخطاء طبيه خلت النهارده شيماء بدل ما انها تكون عملت اللي هي نفسها فيه فقدت دراعها وكانت هتموت فيه. انا اعرف القصه اكتر، وريت كل البنات اللي بتتفرج على الفيديو ده ركزوا كويس جدا، مش اي حاجه هنجري عليها نروح نعملها عشان التجميل، عشان صاحبتك عملت، عشان مين عمل، وفي نفس الوقت لما هتروح مكان تبقى عارف انهي المكان دوت، وتكون فاهم كويس جدا مين الدكاتره اللي هتتعامل معاهم، تكون واثق كويس جدا الناس دي على المستوى المهني الصح ولا لا. ازيك يا شيماء؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مبدئيا انت مش محتاجه تكمل هنا يا شيماء. يعني ليه؟ ليه ليه بجد قبل ما اي حاجه انت فقدت دراعك بسبب عمليه التجميل صح؟ ده بسبب خطأ طبي؟ هو بسبب إهمال الدكتور وإهمال المستشفى. إهمال المستشفى. بالظبط، إنه قبل ما تحكي لي عن الإهمال، ليه عايزة تعملي تجميل يا شيماء؟ إيه اللي هنا محتاجينه إن إحنا نروح نعمل تجميل؟ أنت كنت عايزة تعملي إيه؟ لا، هو الموضوع كله إن أنا اتعرضت لظروف معينة في حياتي، ف بعد الولادة بطني اتنفخت كامل، فكان كل اللي يشوفني يفكرني حامل تاني وأنا ما كنتش حامل. هو من الضغوط اللي اتعرضت لها بطني كانت كبيرة جدا، فأنا اضطريت إن أنا أدور على شغل، كان شكلي لا يسمح إن أنا أشتغل. حاولت بالرياضة وزنك زاد، والجيم، وزني زاد، بطني تحديدا، منطقة البطن تحديدا، يعني كنت رايحة تعملي عملية شفط دهون في البطن؟ شفت دهون في البطن، هو ده كنت كل اللي أنا عايزاه. لكن كتجميل هو الحمد لله ربنا خلقني بخلقة كويسة وأنا راضية عن الخلقة دي، ما يعني كنتش انت عملت ده مهتمة بعد بيها. حتة ان انت قلتي بعد ما اتجوزت وخلفت فبطني زادت بعد بعد الولادة، فانا الولادة عايزة بالظبط اتعرضت لضغوط معينة نفسية، فده خلى بطني طيب زادت بطريقة ملحوظة، بقى الموضوع ملحوظ، يعني كل اللي يشوفني يقول انت في الشهر الكام. طيب ماشي، انا همشي تمام، معاكي واحده واحده. اوكي. رحتي ليه رحتي للمركز ده وعرفتيه منين مبدئيا؟ هو انا ما كانش الموضوع في دماغي انه انا برتب للموضوع، الموضوع كله جه بالصدفة. يعني انا كانت ماشيه بطني، في الشارع لقيتي المركز فقلتي لا هروح له. بطني كانت مضايقاني، كنت ابني بيتمرن كاراتيه، كنا مع مدرب الكاراتيه بننزل نلف التراك، عشان انا حاولت بالرياضة انزلها فما نفعش الموضوع، تمام. بالعكس حتى الكابتن قال لي دي اسمها العضلة العنيدة، كل ما تحاولي تخسسيها هتزيد اكتر. فبقيت متضايقة وانا مضطرة ان انا انزل اشتغل ومش عارفة اشتغل. تمام، برضه ففي عرفت مرة المركز منين؟ كنت يعني على النت عادي، قاعدة على النت عادي، لقيت الإعلان بتاع المركز بدون بتاعهم. ذكر اسامي عشان احنا النيابه لا زال في قيد التحقيق ولابد ان يكون في اجراء رادع معاهم. تمام، رحتي لقيت المركز فكانوا عامل اعلان على السوشيال بالظبط ميديا. على السوشيال ميديا، فرحت وقلت يعني أجرب. كانوا في التجمع الخامس، معلش انا اسف، فرحت يعني في مليون مركز ومركز، اشمعنى المركز ده بالذات؟ ارخص؟ لا، هو مش كان ارخص، هو ساعتها كان عامل اوفر على عمليات شفط اللي هي الدهون شفط الدهون. بيقسط يعني او حاجه زي كده؟ مش هو ما قاليش ان هو بيقصد، بس امال هو طبعا العمليات دي اسعارها عاليه جدا. فانت يعني المبدأ ان انت رحتي وراه ان هو ارخص، بس ده بالظبط، تقييمك ليه؟ بالظبط. ماشي. وانا ما اعرفش عنه حاجه، بس قلت اروح الكشف المبدئي واشوف المكان عامل ازاي. فروحت لقيته في مول كبير في التجمع الخامس ورا المستشفى الجوي، المكان نظيف جدا، الظاهر انه الدكتور كويس، لانه لو ما كانش كويس مش هياخد في مكان زي ده. تمام، بس فكشفت ساعتها وشاف بطني، قال لي عضلات بطنك قويه وكويسه، قلت له لان انا بلعب رياضه، فقال لي كل اللي محتاجينه بس شفط البطن، وهتكلفك في مستشفى الجنزوري المبلغ ده ومستشفى المعلمين المبلغ ده، وكانت المعلمين اقل والمعلمين اقرب لي، لان يعني انا مقيمه في المنيل فالموضوع اقرب لي. طب بدون ذكر اسامي مستشفيات بعينها، يعني احنا تمام، مش عايزين اوكي، نذكر اي شيء يعني هو عشان لا فكر زال لي. الموضوع قيد التحقيق، فاحنا كل عايزين نعرف التجربه. انا شايف بعيني شيماء مش محتاجه تجميل، وشايف بعيني شيماء فقدت دراعها، فانا عايز اعرف القصه واحنا بنتابع وهنتابع مع النيابه نعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ بس
فقال لي الموضوع محتاج شفط بطن وتنسيق بقى للقوام بعد شفط البطن. وقال لي على الاسعار في المستشفى دي والمستشفى دي، فقلت له اوكي. انا اخترتي نزلت، واحدة منهم. انا المفروض ساعتها قدام اخترت واحده منهم، بس بعد كده انا اتشغلت في حاجات كتير وكان ابني داخل على الطوله، فاتشغلت وخلاص. بعدها بشهرين لقيت السكرتيره بتاعته بتتصل وبتقول لي انت لو ما حجزتيش معانا دلوقتي العرض هينتهي، مش هتخش ضمن العرض. بكام بقى العملية دي؟ كانت ب 25,000. 25,000. طيب. فقال لي انه لو ما حجزتيش معانا دلوقتي العرض هينتهي. فانا ساعتها قلت لها طيب هشوف واكلمك. لقيته هو بعدها بساعتين بيكلمني الدكتور الدكتور نفسه. نفسه تامر بدران. لا بلاش اسامي. سوري انا اسفه، انا اسفه. فلقيته بيكلمني وبيقول لي انه لو ما حجزتيش معايا العرض هينتهي، وانت عارفه العمليات ما مش هتبقى بالاسعار ده. قلت له طب حضرتك انا دلوقتي في النادي مع ابني عنده تمرين وعنده بطوله وانا مش فاضيه. قال لي طب انا ممكن ابعت لك المساعد بتاعي، هو ساكن في الهرم، في اي مكان انت عايزاه يجي لك. كان ساعتها يوم خميس، في اي مكان انت عايزاه يجي لك سلمي الفلوس. انا بعد ما قفلت معايا قلت ازاي سلمه الفلوس، هو ايه اللي يثبت ان انا اديته فلوس اصلا؟ هو ممكن ياخد الفلوس ويقول لي مالكيش عندي حاجه. فقلت له بص يا دكتور انا هشوف ظروفي وهرجع اكلم حضرتك لو مناسب ليا. قال لي اخر حاجه للعرض يوم السبت. قلت له طب هشوف انا لو مناسب ليا هكلم حضرتك اقول لك ان انا جايه السبت. بعد ما روحت البيت يعني لقيت ان البطوله اتاجلت ساعتها، فكلمته قلت وجوزك له موقفه ايه من كل اللي انت بتعمليه ده؟ كان موافق؟ مش مسألة كان موافق، مسألة ان هو ما كانش مقيم معانا في الفترة دي. يعني كان قرارك من دماغك. يعني كان ما سألتيش اهلك، ما سألتيش امك، سألتي ابوكي، سألتي اصحابك، قالوا لك طب احنا رايحين فين؟ طب الناس دي عملت عندهم؟ طب ايه الوضع؟ شفتي لا، هو كان المفروض ساعتها انه انا يعني اعمل سيرش عن الدكتور ده؟ اكيد واشوف واكيد عن الكل. العمليات عنده عاملة ازاي. بس هو الموضوع جه بسرعة، وهو يعني زي اللي ايه استعجلني ضغطني، فما كانش في طيب بعت وقت. لك المساعد اخذ منك الفلوس، لا ما بعتليش امال المساعد، عمل ايه بقى؟ انا قلت له انا هجي لك السبت. تمام. قال لي اداني نمره ممرضه في المستشفى وقال لي الممرضه دي تكلميها تقول لها ان انت جايه من طرفي وهي هتحضرك كل حاجه. فكلمت بابايا قبلها بيوم وفهمته ان بكره تعالى معايا المستشفى عشان هعمل عمليه وكده. قال لي خلاص اوكي. وجي معايا بابايا ورحت المستشفى. ورحت المستشفى ودخلت الصبح، عملوا لي أشعة على الصدر، أشعة الكورونا. بعد كده طلعوني الأوضة، كانت تقريبا الساعة 9 الصبح. طلعت الأوضة، جه الدكتور بتاعي اللي هو المفروض هيعمل عملية الساعة 1:30 كده عملتي تقريبا. تحاليل؟ عندك حساسية من حاجة؟ عندك مشكلة أنا في ما حاجة؟ كنتش عاملة أي تحاليل خالص. طب ما ده غلط على فكرة، ده أي حد بيعمل عملية لازم يكون عامل تحاليل في حالة إن هو يعني أكيد لازم طلبوها منك أو هم عملوا لك تحاليل. هو ما طلبش مني حاجة، ولما دخلت المستشفى ما عملوليش غير الأشعة. طبعا هو قال لي الممرضة دي هتحضرك وتعملك إجراءات الدخول، هتحضرني وتعملي إجراءات الدخول. المفروض إنها كانت تعمل لي التحاليل، لأن المفروض إجراءات الدخول منها إن أنا أعمل ده أكيد التحاليل ده أكيد. مع الأشعة. هي ما عملتش أي تحاليل وأنا ما أعرفش. فلقيته هو الساعة تقريبا 2:15 كده جاي ومعاه دكتور التخدير ومعاه الدكتور المساعد بتاعه. فقال لي فين الفلوس؟ قلت له أهي اتفضل. فديته ال 25,000، اداها للدكتور المساعد بتاعه وعد الفلوس. بالنسبه بقى للدكتور التخدير، قال لي فين التحاليل بتاعتك؟ قلت له انا ما عملتش تحاليل. قال لي ولا عملوا لك لما دخلت المستشفى؟ قلت له لا. شفتي نفس الكلام اللي انا بقوله، يعني ده شيء قلت بديهي له يعني. لا. فمسك ايدي ضغط على صوابعي، قال لي عندك سكر، عندك ضغط، عندك قلب؟ قلت له لا الحمد لله. فلقيته بيبص للدكتور اللي هو اللي هيعمل العمليه وبيقول له جو اهيد. ف بمسكة ايدك كده خلاص انت تمام. قال لي جو اهيد. وانا يعني واحده عاديه، انا مش دكتوره، ما درستش طب، انا ما اعرفش ان هو المفروض انه لازم اعمل تحاليل سواء بره او جوه المستشفى، وانه لازم المستشفى حتى لو انا عامله لها تحاليل وجايباها معايا، المفروض من اجراءات الدخول في المستشفى للعمليات انه لازم يتعمل تحاليل. حتى لو انا جايبه له تحاليل من بره المفروض ان هو يعمل لي تحاليل. وبعدين يا شيخة، وبعدين بس دخلتي خدروك خدروني وعملتي العملية. عملت العملية وطلعت لقيت نفسي كنت تعبانة جدا جدا، بس أنا قلت يمكن من تأثير البنك، وكانت كانولا راكبة في إيدي الشمال. ولقيت اللي هو الدكتور اللي عمل العملية ده طلع ومديني روشتة وبيقول لي إحنا سايبين لك الكانولا عشان في 12 إبرة أنتي بايوتيك المفروض هتاخديهم. أنا طبعا كل ده يعني ما بين صاحية ومش صاحية،
قلت له خلاص تمام، خدنا روشتة وخرجت مع والدي ورحت على بيت اهلي على اساس يعني حد يراعيني الفترة دي. بعدها يعني انا من ساعة ما خرجت ما كنتش كويسة، حاسة اني مش مظبوطة، في حاجة غلط. فبعدها بكام يوم بدأت أتعب، تعبتي بعدين، بعدها كنت بكام روحت يوم البيت بقى خلاص. بدأت أتعب، نكلم الدكتور مش بيرد علينا، لو الدكتور المعالج مش بيرد نهائي علينا، أبعت له فويسات على الواتساب مش بيرد ما فيش متابعة بعد العملية؟ خالص ما فيش. نهائي. فاضطريت إن أنا أكلم الدكتور المساعد بتاعه، فكلمته فبيقول لي معلش أصل هو في مؤتمر وقعد يقول لي. قلت له طب أنا تعبانة، أنا مش حاسة بنفسي، أنا تعبانة، تعبانة جسديا كلك، ما كانش دراعك بس. كلي وجعني، جسمي كله وجعني ومش متقبلة الأكل نهائي، غير إنه أماكن اللي شفط فيها الدهون كان حقني في خدي، فخدي وارم، كان رجلي من هنا وجعاني، شفت إن هو شفط من هنا برضو، من اللي هي الأماكن اللي هو شفط منها. هو انت ثواني، هو انت مش متفقين مع بعض هتعملوا ايه؟ لا هو ما قاليش إن هو هياخد من رجلي من هنا. وبعدين وانا عرفت من اللي في هي اكيد في اثار في جسمك يعني. الاثار بالظبط بتاعه الحقن، ولقيت حائن من ورا عشان بيقولي تناسق الجسم، حائن من ورا، ولقيت اللي هو حقنه ده منزل ماده صفراء ريحتها وحشه جدا وما بتطلعش، يعني لو نزلت على حاجه ما بتطلعش، كانوا بياخدوا الملايات يرموها، لو نزلت مني وانا رايحه سوري التويلت بالميه السخنه والكلور مش راضيه تروح. دي مادة ولا ده دهون في الجسم؟ ده دهون بقى صديد، الله اعلم ايه اللي حصل، ايه الماده دي. عملت فانا ايه يعني؟ اتصلوا طبعا، اديت اختي نمره الدكتور اللي هو المساعد بتاعه، اتصلت بيه قالت له شيماء تعبانه جدا والدكتور مش بيرد علينا، فانت اتصرف، بيقول لها هاتوها وتعالوا على العياده الدكتور، قالت له مش عارفين ننزلها تعبانه جدا، فلو سمحت تعالى، قال لها انا عشان اجي هاخد منكم 1000 جنيه، قالت له خد اللي تاخده المهم تعالى. فجه فعلا فشافني، ماما بتقول له وهي بتعيط البنت تعبانه جدا وكل اللي طالع عليها عماله تشرب مريندا، قال لها ايه المشكله سيبيها تشرب مريندا، قالت له ما بتاكلش مريندا 24 ساعه، قال لها سيبيها مفيش مشكله. فبيقول لي انت لابسه الكرسي ولا لا، فانا ببص له وانا في حاله يعني ما بين مركزه ومش مركزه معاه، قلت له لا انا قلعت وانا تعبانه، قال لي لا لا لازم تلبسيه، وقام ملبسني الكرسي تاني، واختي بتقول له على الماده الصفراء، قال لها لا لا دي حاجات يومين كده وهتقف، وقام كاتب ورقه، الورقه موجوده معايا بخط ايديه اهي، كتب فيها ادويه وقال نصين قبل الأكل ونصين بعد الأكل، ومرة بالظبط، واحدة الساعة 5 يقرر، وقال ومادتين الادويه دي لمضاد حيوي. وقال الادويه دي تاخدها، وخد الفلوس ومشي. بعد كده بقى اللي هو بدأت بعدها يعني اعتقد بيوم او يومين بالكتير قوي، خلاص بدات زي اللي هو ايه في شبه غيبوبه، خلاص انا مش حاسه بيهم وخلاص جسمي كله وجعني وحاسه بالم فظيع ومفيش اكل. بعدين ايه اللي حصل؟ فبنتصل بيهم هما الاثنين بقى ما بقوش بيردوا، لا ده بيرد ولا ده بيرد. فوالدتي اتصلت بدكتور العيله عندنا ودكتور صدر، فبتقول له يا دكتور احمد شيماء تعبانه جدا وحصل كذا كذا كذا، قال لها بصي انا ماليش في الكلام ده، بس انا هحولكوا على دكتور تبعنا يعني تبعي وكده، اسمه دكتور طارق، عيادته في مصر الجديده، ده اصلا متخصص في جراحات التجميل. رحتي له؟ رحت له خدوني ورحت له، قال لهم الصديد اللي عندها ده عمل اللي هو الدهون اللي اتحقنت من ورا عملت تسمم، والصديد ده لازم يتشال فورا، ده اللي بينزل منها الماده الصفراء دي صديد نتيجه الدهون اللي اتحقنت، ولازم الدهون دي تتشال فورا، لازم تتحجز، خدوها تبارك عباس العقاد وانا جاي لكم على هناك. رحت مستشفى رحنا تانية واتحجزت هناك؟ تبارك عباس العقاد، طبعا كل ده ايه علاقته بدراعك؟ كل عملوا ده ايه؟ التحاليل لقوا السكر عالي جدا جدا لدرجه ان انا مش هينفع ادخل عمليات. لما رحت تبارك عباس العقاد وانت ما كانش عندك سكر؟ ما كانش عندي سكر، ما كانش عندي سكر نهائي، ف كانت ايدي ساعتها بدات اللي هو ايه، بدات احس بالم بس جسمي كله بيوجعني، فانت مش عارفه تميزي. مش عارفه اميز ايه اللي وجع بالظبط قوي، ايه اللي سبب الوجع ده. فقعد دكتور طارق يحاول ينزل السكر ما رضيش ينزل، فقال لهم
قال اخواتي لازم تروحوا مستشفى تحاول تنزل فيها السكر. وداني الجنزوري، رحنا الجنزوري، خرجت تقريبا الصبح الساعة 8 الصبح من تبرك عباس العقاد، رحت الجنزوري كانت تقريبا 10 الا ربع. دخلت الجنزوري عملوا شوية تحاليل، كنت انا ساعتها وهما في الطريق اختي جابت كباب وكفتة وكده، وانا كنت لما خرجت من المستشفى حسيت ان نفسيتي هديت شوية وكلت منها صبعين كفتة. فلما رحت الجنزوري لقوا السكر مظبوط بس الصوديوم عالي، فعملوا تحاليل. طبعا ايدي الشمال كانت وجعاني جدا ولونها مغمق، فالنيرس لما جت تاخد مني عيان. تحط فيها اي ابره، انا رفضت تماما تماما، لا انا مش مستحمله وجعها، حطي في اي مكان تاني في جسمي. فخدت عينه من ايدي اليمين وركبت لي كانولا في رجلي لان ايدي الشمال دي ما كنتش، لدرجه ان انا قمت من على السرير ونمت على كنبه زي كده وحطيت ايدي الشمال ناحيه الحيطه عشان محدش يقرب منها من كتر ما كانت وجعاني. عملوا التحاليل وكده، وبعدين قالت لها بصي معلش احنا ما عندناش اخصائي سكر وحاله اختك ما تنفعش. قالت لاختي وبابايا كده وحاله اختك ما ينفعش اننا نستقبلها، ودي فانتوا تتغرغرين السكر بقى خلاص، يعني ده احنا كده دخل كل ده وانتم مش عارفين ولا متابعين. احنا مش عارفين اي حاجه لحد دلوقتي، بس ايدي كانت فيها نسبه غمقان والم فظيع. ده كل ده عشان ما فيش متابعة مع حالتك بعد لا العملية. كانت الكانولا اللي ركبت في ايدي مع التسمم اللي حصل، يعني الدنيا باظت. فخرجت اختي كلمت دكتور طارق وقالت له شيماء بيقول السكر مظبوط يا دكتور، يعني ممكن نرجع تعمل لها العمليه. قال طب هاتوها وتعالى. رحت تاني تبرك عباس العقاد عملوا لي تحاليل من اول وجديد تاني. ما هو ده المفروض قبل اي عملية اي دخلت اجراء لابد من بالظبط، تحاليل نعرف حالتك الصحية ايه. قال ينفع انها تدخل عمليات، حضروها، قال للممرضات حضروها وانا جايه عشان تعمل العمليه بتاعت ازالة بقى تشيل ال الدهون بقى اللي هو عملها. عملت بقى اللي هو ازاله الدهون دي وكده، وقبل ما فوقت كانت الساعه بقت 12 بالليل. فجالي الدكتور طارق يبص عليا بعد ما فوقت، فبيغير لي قبل ما يغير لي، فبقول له ايدي، كنت انا بقى ساعتها لما فوقت بدات احس بالم ايدي، بقول له ايدي مش قادره منها يا دكتور. وبص ايدي كانت صوابع ايدي عملت كده خلاص مش راضيه تتعدل. لا 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 فاختي بتقول لي طب ممكن الدكتور يبص عليها، فبيمسكها بيحاول يفرد الصباع زحف من الالم، فبيقول للممرضه لو سمحتي خدي لها عينه سكر من صباعها ده. فبتدخل الابره بتاعت السكر مفيش دم، مفيش دم طالع. فقال لهم بصوا ايديها شكلها ما يطمنش، انا هغير لها من ورا، وكان المفروض اغير لها بمخدر بس انا هغير لها من غير مخدر عشان تلحقوا تاخدوها وتطلعوا على عين شمس التخصصي، في هناك اخصائي اوعيه كبير جدا هبعتكم ليه. وفعلا غير لي طبعا، وانت مش متخيل كم من الالم اللي اتألمته، لان كان المفروض يكون الغيار تحت مخدر، الغيار من غير مخدر. رحت عين شمس عملوا لي دوبلر، اهو تقرير الدوبلر دي كل دي اوراق المستشفى، ديت بالظبط كل دي اوراق المستشفى، ده دكتور طارق اللي عمل لك العمليه، بالظبط، وده المحضر اللي انت عملتيه، والأشعة بتاعت دي مستشفى الاشعه، المعلمين، ودي الاشعه طبعا، ودي مستشفى ثانيه، وده وده التقرير بتاع مستشفى عين شمس التخصصي بتاع قالوا لك ايه الدوبلر. بقى؟ هم قالوا لاخواتي بقى قالوا لك والبابا، قالوا دي جلطة حادة في الشريان عملت انسداد، والانسداد ده عمل غرغرينا، الغباء. فلازم بتر فورا. لا اله الا الله. كلموا اهلي يعني وكده، وماما وبابا قالوا لا نعرض الورق على حد تاني، وكلموا دكتور طارق، دكتور طارق قال هاتوها وارجعوا تاني تبرك. دخلت تبرك عباس العقاد تاني. وبعد كده كان يوم الصبح في دكتور والدتي بتاع الاوعيه اللي ماما يعني بتروح له ودوا له الدوبلر اكد ده ما وصل غير غير الاشعه، ما يخدش عليها اتنين على فكره، قال خلاص هاتوها لما بتصل وتعالوا، للمرحله دي خلاص قال للاسف. هاتوها وتعالوا يا واتصرف. شيماء انت كان ليه يا شيماء؟ ليه يا شيماء؟ وليه يعني ما دام انتوا عندكم معرفه بدكتور محترم ودكتور انتوا اوريدي اتعاملتوا معاه، ليه ما رحتلهوش؟ ليه من
شفتي اعلان لا في اي هو حاجه رحتي دكتور، وراه؟ هو دكتور طارق ده انا ما عرفتوش غير في الازمه دي. معلش بس يعني كان لو سالتي مين فين ايه من معارف حد كان ليه تجربه بالظبط، بس برضه يبقى فاهم تكاليف العمليات دي عالي. مش مشكله، مش كانش ليها لازمه يا شيماء. ما انا شايف الصوره هي على فكره، وانا مش انا مش برضه يعني انت جايبه لي حاجه من انا ما شفتها. وزننا زايد شويه بس هنخس يا شيماء، هنخس اهي، ده وزننا زايد شويه وهنخس عادي. مش ليه الاستسهال تجميل وليه مش الاستسهال؟ مسألة استسهال، هو مسألة ظروف لازم اتفرضت عليك لازم تنزل لا تشتغل. مفيش حاجه اسمها لازم، ما تضحكيش على نفسك بقى لا لا وتضحكي هو على لازم انزل تنزلي اشتغل. تشتغلي طبعا هو خلاص، ايه المشكله؟ ماشي اوكي، انا ما عنديش مشاكل ان انت عايزه تبقي شكلك احلى، انا ما عنديش هو مشاكل ان انت عايز اوكي تعملي حاجه انا لنفسك، مقتنعة انا مقتنع بشكلي على بالظبط. فكرة، ما هو انا اصل مقتنعة انت بشكلي. يعني ما شاء الله انت بنت جميله، فانت مش محتاجه تتجملي او فكره الموضوع ده. وبرضه لما تيجي تكرري حاجه زي كده مش يبقى انا شفت اعلان على النت رحت وراه، اصلا انا غلطت، دي كارثه. اعلان على النت وبعدين خصوصا اصلا اكتشفت انه في العمليات دي امانه فيها مشاكل كتير. يعني، الدكاتره المحترمين اللي لهم اسامي في البلد دول تعبوا وشقيوا من كل شيء، وبيتابعوا قبل العمليه وبيحللوا ومتابعه ما بعد العمليه. الدكتور المحترم اللي بيتابع المريض بتاعه ما بعد العمليه، كل اللي انت بتحكيه ده فيه غلط. انت رحتي اخدتي اجراء قانوني صح؟ انت عملتي محضر. انا عملت محضر وعملت شكوى في نقابة الاطباء. الشكوى اللي في نقابة الاطباء طبعا هي طلبت كل الورق ده، وطلبت صور قبل وبعد وكل حاجة قدمتها لها بعد كده، وعرضتني على مستشار، والمستشار ده كان جايب 2 دكاترة معاه. بعد كل ده لقيتها بتقول لي احنا وقفنا الاجراءات، يعني اي اجراء هناخده ضد الدكتور احنا وقفناه عشان هنشوف النيابة هتقول ايه. اه طبعا لازم تحيات النيابه، هو لابد ان احنا ننتظر كلنا مع بعض تحيات نيابه. انا قاعد معاك النهارده، بس عايزه اقول لك على حاجه، يعني هو الدكتور عمل عمليه زي دي ما يتاخدش ضده اجراء، وكمان النقابه اكتشفت ان هو لما كشفت عليه ان هو غير مؤهل لاجراء العمليات دي. يعني هي قالت لي كده، قالت لي انا كشفت عليه فعندي لقيته ان هو غير مؤهل لاجراء العمليات دي، قالت لي كده بالنص، يعني هو لا يعني هو ما عندوش الصلاحيه انه يعمل العمليات دي. قالت لي غير مؤهل. غير مؤهل دي عندها يعني ايه؟ انا معرفش. بصي احنا مش هيهمني معلوماتنا فانا قلت كلها على لها طب كلمة انت ليه ما توقفيهوش لحين لا الفصل في تحقيقات النيابة؟ تحقيق النيابة ده تحقيق مهم، على أساسه هنفهم كل شيء وهنعرف هل هي أوراقه الثبوتية بس على الخاصة بيه الأقل أوراق سليمة. يتوقف عشان ما يعملش بص يا عمليات شماعة، تاني ده ويأذي ناس أكيد، تاني. ده أكيد. هو أنت فاكر الموضوع ده هيعدي؟ أكيد النيابة هيكون ليها موقف، وموقف رادع كمان، وكل الشكر هي لكل مؤسسات الدولة والنيابة يعني وجهاز الشرطة، أكيد هيكون لهم إجراء تجاه هذا الموضوع. مش عشان حاجة، هو الأخطاء الطبية في عملية التجميل كترت بزيادة على فكرة، كترت. يعني لما نيجي احنا بنت في بدايه حياتها خلفت وعايزه تعمل عمليه تجميل وده شكلها، وبعد كده انها تكمل حياتها من غير دراع، ده صعب على فكره، ده صعب. ولابد ان احنا نعرف مين المسؤول ونعرف الخطا فين ونعرف الموضوع ده وراه ايه، عشان ما يحصلش الموضوع ده بشكل او باخر مره تانية. ولو سمحت بقى لكل بنت عايزه تعمل اي حاجه، انا ماليش دعوه انت عايز تعملي ايه او قناعاتك ايه، بس لو سمحت قبل ما تاخدي اي اجراء تسالي وتدوري، وفي نفس الوقت يكون عندك يعني ركزي مع نفسك، هو انا فعلا محتاجه ده؟ ما ربنا فعلا، ما هو فعلا اللي بيقول لك ما فيش بنت وحشه، ما فيش بنت وحش، في ممكن نعمل تمرينات، نهتم بالرياضه بصحتنا، مش كله اصل كله دلوقتي بس بيستسهل. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا موضوع العمليه ده جه في اخر مرحله، اما ماشي يا عملت شماعه، يوجا انت وقعدت فتره طويله بحاول حتى في الاكل، يعني عملت دايت كتير قوي فمفيش حاجه نفعت، ده كان اخر حاجه انا وصلت لها. ادي صورة شيماء قبل، ماشي، وادي صورة شيماء بعد. طبعا السكر بقى مرض مزمن معايا انت بقى عندك دلوقتي، سكر خلاص دلوقتي، بقى مرض مزمن. غير طبعا انه المستشفى في اوراق التحقيق قالوا ان هم ما عملوليش اشعاعات، وان انا جايبه تحاليل من بره، برغم ان تقرير الخروج بتاعي والاشعه هي مكتوب عليها مستشفى المعلمين. دي حاجه. وقالوا برضو انه الدكتور المناوب بتاعهم اسمه عبد الرحمن ماهر قال في التقرير بتاعه انه عدى عليا وازال الكانولا من ايدي، ده في التقرير الخروج بتاعه، في حين ان هو لما النيابه خدت اقواله قال انا ما عدتش عليها وما ازلتش كانولا من ايديها لان دي وظيفه التمريض. بص يا شماعة كل التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة خليكي متأكدة ان النيابة هتقوم بإجراءاتها
وحقك هيرجع، وحقك يعني حتى لو رجع مش هيعوضك اه اللي طبعا حصل، بالظبط، هو مفيش حاجة مفيش هتعوض، حاجة بس على هتعوضك، الأقل يبقى في اللي غلط إجراء يتحسب بالظبط وما يحصلش ده وما تاني في بلد يحصلش الناس. تاني. بالظبط. أنا آسف يا شيماء اللي أنت فيه، بجد أنا آسف، أنا يعني أنا جاي متضايق أصلا على الفكرة، وأنا جاي متضايق على اللي حصل لي، وأتمنى إن إحنا نتقابل المرة الجاية في ظروف أحسن من كده، ولو سمحتي بقى أنت بقى المواضيع يعني هو ان شاء وجهي الله، نصيحة بس لكل البنات، بلاش عملية تجميل إلا في الضرورة القصوى بجد. لا هو بلاش عمليات التجميل خالص، لان اكيد ربنا بيخلق كل واحد بهيئة معينة مناسبة ليه. بس الاهم من ده، يعني انا بناشد كل المسؤولين اللي سمعوني واللي هيسمعوني انه يتاخد اجراء ضد مستشفى المعلمين لا وضد الدكتور. طيب بغض النظر احنا مش بنكلم كيان هو بعينه، بالظبط، احنا لانه دلوقتي تحت يعني بتحرية النيابة، فاحنا بنحترم مؤسسات الدولة، بنحترم النيابة، مش أكيد هنوجه الرأي العام على شيء يا شيماء، احنا كل ما هنالك لوسة، احنا عايزين نعرف ما هي وراء هذه القصة عشان ما يحصلش أخطاء طبية تانية يتحاسب عليها ويحاسب على بناتنا هي اللي تحاسب عليها. بالضبط. أنا بشكرك يا شيماء، أنا بشكرك، أنا بشكرك.